طيب خالد القحطاني، لو بسألك في جزئية تأثر النصر من عدم تأجيل مواجهته أمام الفيحاء بسبب اللاعبين، هل ممكن نقول أنه تأثر؟ وقد يكون تأثر، ولكن أبو لطيفة العيوب اللي جعلت النصر اليوم يتعثر في مثل هذه المباريات، وخلنا نسميها بالاسم تحديدا الخمس مباريات اللي تعثر فيها النصر بالخسارة أتكلم، وإضافة عليها سادس مبارياته هي مباراة الفيحة بالتعادل، هي ما هي يعني خلنا نقول بتراتبية غيابات كانت وفق اللعيبة اللي استدعوا في أولمبي المنتخب أو حتى ضغط المباريات، لا العيوب حتى لو كان النصر بكامل جاهزيته كانت تظهر. أنا هي أتكلم مثلا عن نقطة حارس المرمى، نادي النصر من الموسم الماضي كان واضح عليه احتياج انه بيكون عنده شح في هذا المركز بالتحديد لو استمر عليه الكابتن وليد عبد الله بعد رحيل برادلي جونز. لو نتكلم عن وليد عبد الله فهو من حارس من عام 2017 ما لعب موسم كامل بشكل اساسي، ويعني المباريات اللي شارك فيها كانت متقطعه، ممكن كانت لو نتذكر فتره اللي هي اعتقد 2019 في اواخر عام 2019 هذيك الفتره اللي كانت فيها شهر شارك فيها وليد عبد الله. عدا ذلك فوليد عبد الله كان غائب بحكم ان برادلي جونز موجود، فبعد ان يتقدم به العمر بعد ان يعني يتدنى مستواه فنيا الغريب ان يعتمد عليه نادي النصر كحارس اساسي ويبدا يبني عليه. هذا في جانب وليد. الجانب الاخر الظهير الايسر، من ثلاث سنوات النصر يعاني من هذا المركز. في سنتر الملعب النصر يستعين بواحد مثل فيسنت موري، واغلب من يتابع فيسنت موري يعلم جيدا انه من ايام ايفرتون في ايام فياريال في 30 مباراه التي لعبها بشكل اساسي مع فياريال واستقبل فيها او حصل فيها على 16 كرت اصفر، عن اسلوب اللاعب وبروفايل اللاعب وطريقته يعلم جيدا ان النصر بيعاني لو شارك هذا السنتر كسنتر اساسي. عدا ذلك الكثير من الامور الاخرى لو هي سالفه المدرب مانو مينيسيس هو من يبدا الموسم، اضافه الى انه يعني يتواجد اغلب اللعيبه في احتياجات، يعني اتكلم عن اللعيبه الاجانب لا يحتاجهم النصر، ومع ذلك تجد في هناك شح عناصري في مراكز اخرى. فهذه العوامل كانت بتخلي النصر يتعثر امام الفيحة، كانت بتخلي النصر مثل ما يحدث يخسر امام الفيصلي، كانت بتخلي النصر حتى يعاني من الامر بشكل اصعب لو واجه ضمك في عدا الجوله الاولى. كل هذه الامور تؤثر على النصر. في ظني ما هو بس قرار تأجيل لمباراة واحدة، حتى في المباريات اللي لعبها النصر قبل هذا القرار أو حتى في المباريات اللي النصر لعبها بعد الخروج الآسيوي مباشرة أو حتى مباراة الفيصلي في ثالث جولات الموسم، كل هذه الأمور كانت تدل أن النصر عنده وفرة عناصرية عظيمة في العنصر المحلي والعنصر الأجنبي في مفاتيح اللعب الهجومية، وعنده شح عناصري واضح وواضح جدا. والأمانة أبو لطيفة هذا الموضوع بالتحديد ما كان يعني ما كنا في البرنامج نستغفله في وقت ما كان فيه ذروة الوهج في الصفقات للنصر. أتذكر نحن نتكلم عن موضوع تحديدا في رمضان، النصر كان يحتاج ظهير أيسر، النصر يحتاج حارس مرمى، النصر في حال أنه وقع مع مهاجم يلعب بقدم اليسرى لازم يكون بجودة عالية على الأقل أو يستمر واحد مثل مايكون. كل هذه الظروف هي احتياجات لم تتعامل معها إدارة النصر بجدية، ممكن كانت تراها ولكن لم تتعامل معها بجدية. أكبر وأصعب الملفات اللي صعبت هذا الموسم على النصر هو وضوح الاحتياجات في هذا الجانب، استمرار رجل مثل مانو مينيسيس، وعدم التعامل مع هذه الملفات بجدية. في ظني أن هذه الأمور لو النصر أحسن الاختيار فيها أحسن الصرف فيها مثل ما هو يحسن الصرف مع على لاعب مثلا بقدرة وإمكانيات الكابتن تاليسكا، كل هذه الجوانب لازم أن يضعها إدارة النصر أو من يقود الرأي والقرار في نادي النصر في الحسبان، لأن كرة القدم هي لعبة منظومة، المنظومة متى ما حصل فيها بعض الخلل أو كانت في جوانب يعني بالتحديد في حراسة المرمى وفي ظهيرك الأيسر، هذا لا يعني أنه كل مفاتيح لعبك الرائعة جدا في مختلف المراكز واللي فيها وفرة بتغطي هذا الجانب من العيوب. فأعتقد أنه لو النصر وفق في تدعيم احتياجاته ما راح يحتاج أنه يظهر بهذا الشكل إطلاقا على الصعيد الإداري.